هنا مسبيرو، لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع الزميل عاطف كامل. عاطف كامل النهاردة هيتكلم عن الانتخابات الرئاسية في الخارج في يومها الثاني، وبيستضيف عاطف كامل اليوم سيادة السفير مدحت المليجي مساعد وزير الخارجية السابق. أما أنا فأصحابكم في مصر بيحصل فيها النهاردة ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. وفي البداية إليكم عناوين الأخبار. رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها النهاردة، ومع الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. توقف أمام كلمة السيد الرئيس في المؤتمر في دورته 28 الخاص بتغير المناخ. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم، وخلينا أتوقف أمام كلمة السيد الرئيس وأهم النقاط في هذه الكلمة. مقابلات السيد الرئيس على هامش المؤتمر، تحدث أيضا السيد الرئيس عن تحديات جديدة خاصة بما يحدث من تغير في المناخ. بداية كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية المناخ المتحدة لإطارية لتغيير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. هذه الكلمة كانت يعني فعالة وشفافة للغاية ومركزة، وهي تؤكد يعني أهمية تعزيز العمل الجماعي المشترك الدولي للتعامل مع تحدي تغيير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية من أجل حماية كوكب الأرض بعدما تفاقمت تلك التحديات بشكل كبير خلال السنوات الماضية وأصابت البشر والحجر على كوكب الأرض بأضرار خطيرة رأيناها في يعني انتشار حرائق عديدة في الغابات، وكذلك جفاف أنهار في أوروبا، وأيضا ذوبان الجليد في القطب الشمالي، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة. وهي يعني كانت تحذيرات يطلقها الباحثون والعلماء فيما سبق، لكنها الآن أصبحت واقعا وتحديا كبيرا جعل دول العالم كلها يعني تضع تلك القضية المهمة على أهمية على جدول أعمالها بدرجة أولى. هذه الكلمة للسيد الرئيس أراها وضعت مسار واضح للخروج من معضلة التغييرات المناخية، بما يتفق مع ما توافقنا عليه أو ما توافق عليه العالم أجمع في باريس من خلال اتفاقية باريس للمناخ وضرورة العمل المشترك لتطبيق تلك يعني الاتفاقية وقيام الجميع بمسؤولياتهم وتعهداتهم لمواجهة التغيرات المناخية. أيضا يا فندم كان على هامش المؤتمر لقاءات هامة للسيد الرئيس، خلينا نتوقف أمام أهم هذه اللقاءات والمباحثات في هذه اللقاءات. عودنا السيد الرئيس خلال السنوات العشر الماضية بانتهاج سياسة في رأيي تعرف بدبلوماسية الرئيس، وهي أن الرئيس شخصيا يلتقي زعماء وقادة العالم وكذلك رؤساء المنظمات الدولية وأيضا رؤساء الشركات الكبرى والعابرة للقارات من أجل يعني تعزيز الاستثمار في مصر بشكل رئيس، وكذلك زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع الدول وزعماء العالم التي يقابلها السيد الرئيس ويعقد معها اجتماعات منظمة. كذلك يعني هذه اللقاءات في رأيي تفتح باب واسع وعلى مصراعيه للاستثمارات الأجنبية للدخول في شرايين الاقتصاد المصري، وما يتلو ذلك طبعا من فوائد للاقتصاد المصري من خلال زيادة التبادل التجاري وكذلك زيادة فرص العمل وأيضا زيادة الدخل القومي وزيادة مدخلات العملة الأجنبية العملات الأجنبية بشكل عام وخاصة الدولار إلى يعني الاحتياطي النقد الأجنبي، وبالتالي تستطيع الدولة يعني سداد التزاماتها الدولية وأيضا الإنفاق على فاتورة الواردات من السلع الغذائية والاستهلاكية والأساسية للمجتمع المصري. فوائد كثيرة ومتعددة يعني حملتها تلك اللقاءات وكذلك الاتفاقيات مع أطراف عديدة من دول العالم. السيد الرئيس يمثل
يعني نموذجا مهما وكاريزما مهمة في على مستوى العالم، وهو يمثل دولة عريقة ذات حضارة تمتد 7000 عام، شعب مصري يزيد عن 150 مليون مواطن، اقتصاد قوي، دور محوري قوي يعني مصر في منطقة الشرق الأوسط، تحمل القاهرة تحمل في يدها ملفات سياسية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، وهي تشارك بدور فعال في علاج قضايا متعددة كالقضية الفلسطينية وملفات كليبيا واليمن وسوريا ولبنان، ويعني وتشارك العالم ايضا في الحمايه من تداعيات جائحه كورونا وكذلك الحرب الروسيه الاوكرانيه وغير ذلك من قضايا متعدده. يعني تحدث الحقيقه الرئيس في شقين هامين جدا، تحدث عن التحديات وكيفيه مجابهه هذه التحديات في ظل ما يحدث من تغير في المناخ. ويمكن لو رجعنا الحقيقه الى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، كان من اهم بنوده هو كيفيه التكيف على ما يحدث من تغيير في المناخ في العالم، وزي يكون لدينا القدره على الاستثمار والجذب مع وجود ما يحدث من تغير في المناخ. وايضا الحقيقه تحدث عن كيفية الوصول إلى نتائج إيجابية من أجل مدن أكثر سلما وأمنا وأكثر استثمارا. طبعا يعني كما هو معروف حملت قمة تغيير المناخ أو كوب 27 في شرم الشيخ العام الماضي يعني رؤية واقعية وجديدة ومهمة ودفعة مهمة للعالم للتركيز على قضايا المناخ. ويمكن يعني في قمة 28 المنعقدة في دولة الإمارات وافق ممثل الدول المشاركة على تنفيذ إنشاء صندوق طال انتظاره، وقد طرح بقوة في يعني قمة شرم الشيخ. هذا الصندوق من شأنه أن يدفع تكاليف الإضرار الناجمة عن العواصف والجفاف بسبب التغير المناخي. القمة في العام الماضي نادت يعني تدشين هذا الصندوق، وقد تم تدشينه بالفعل، وتم يعني ونجحت القمة في هذا العام في أن يعني تطرح أو تنفذ إنشاء الصندوق اللي هو يسمى الخسائر والأضرار المناخية لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ. كانت يعني فكرة القاهرة وكذا دعوة القاهرة. السيد الرئيس أيضا شارك في عديد من يعني المؤتمرات التي تدعو إلى مواجهة التغير المناخي قبل حتى قمة شرم الشيخ في باريس وفي عدد من دول العالم. السيد الرئيس تحدث ممثلا كما قلت دولة مصر وأيضا لقارة إفريقيا، وكثيرا ما نادى بتعويض الدول الإفريقية من التغير المناخي وزيادة الانبعاثات الكربونية التي لم تتسبب فيها إفريقيا، وإنما تسببت فيها الدول الكبرى. وعلى الدول الكبرى يعني تعويض الدول الإفريقية والدول النامية بشكل عام ومساعدتها بشتى الطرق التمويلية والفنية وعن طريق الخبرات، لأننا كلنا نعيش في كوكب واحد ومركب واحد، ولا بد من تكاتف الجميع لإنقاذ كوكب الأرض من تداعيات يعني المناخية وكذلك زيادة انبعاثات والحقيقة ده اللي بنأمل فيه. الكاتب الصحفي الأستاذ أبو بكر أديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ ومعايا الحقيقة خبرين خاصين برئيس الوزراء. رئيس الوزراء يؤكد أولوية ملف تعميق نسب المكون المحلي في مجالات التصنيع. الخبر التاني بيقول رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن كل المصريين بمدينة السادات. مع الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف. توقف أمام الحقيقة تفاصيل الخبرين. مساء الخير يا فندم. أستاذ أمنية، مساء الخير حضرتك وللسادة المشاهدين. إزاي حضرتك يا أستاذ حسن؟ الله يخليك أستاذ أمنية. يعني أبتدي مع حضرتك الحقيقة بالخبر الأول، واللي هو خاص بأولوية ملف تعميق نسب المكون المحلي.
يعني بالفعل زي ما حضرتك تفضلت زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مدينة السادات بالمنوفية وكذلك حدائق أكتوبر، كان له شقين، الشق الأول طبعا عملية الصناعة وزيارة عدد من المصانع، 4 مصانع، عدد من هذه المصانع بيشتغل في النسيج والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها طبعا من المصانع. لا شك أن الدولة المصرية مهتمة جدا بملف الصناعة وتعميق طبعا الصناعة وزيادة المكون المحلي خلال هذه الفترة، ويمكن هذا الملف هو ملف الصناعة على أجندة الدولة المصرية والحكومة المصرية، عشان طبعا بدأ من فاتورة الاستيراد اللي هي بتكون عالية على الدولة المصرية. لا، الدولة المصرية لديها كل المقومات وما ذلك، لديها طبعا القطاع الخاص، كذلك عدد كبير من شركات قطاع الأعمال وما ذلك اللي هي بتشتغل في الصناعة، ولذلك جولات رئيس مجلس الوزراء طبعا مهتمة جدا يعني زيارة هذه المصانع وتفقد مثل هذه المصانع. أحد هذه المصانع اللي احنا شفناها النهاردة مع رئيس مجلس الوزراء في زيارة في مدينة السادات طلب يعني عدد من الأراضي أو قطع من الأراضي مجاورة طبعا لزيادة خطوط الإنتاج وزيادة مثل هذه المصانع، وعلى الفور طبعا رئيس مجلس الوزراء في مثل هذه الأمور وغيرها طبعا مهتم جدا يعني المصانع والشركات وأصحاب يعني هذه الشركات، ويتم طبعا توفير المساحات اللي هم بيحتاجوها. كذلك هذه الزيارة طيب بما أن احنا بنتكلم على المنتج يا أستاذ حسن، يعني الحقيقة كانت، خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة، أن احنا كانت مشاكلنا دائما وبنلجأ للاستيراد لأن عندنا كانت مشكلة الحقيقة في جودة المنتج، لكن أكيد احنا بدل بندفع بالجانب المحلي يبقى أكيد في بنود جديدة لكيفية التعامل مع منتج مختلف الحقيقة يليق باسم مصر. يعني حضرتك أستاذة أمنية لمست شيء مهم جدا، وهو الصورة الذهنية لدينا نحن كمواطنين بالنسبة لجودة المنتج المحلي وما ذلك. لا، الصورة الذهنية تغيرت، هذه الصورة وما ذلك نتيجة طبعا اهتمام القيادة السياسية بالصناعة، نتيجة طبعا اهتمام الحكومة، ودي تكليفات طبعا من القيادة السياسية للحكومة، الاهتمام بالمكون المحلي وزيادة المكون المحلي، بالإضافة طبعا يعني عملية الجودة وما ذلك، الدولة المصرية مهتمة جدا بالجودة عشان طبعا عملية الإقبال، وهناك طبعا عدد من هذه المصانع بيقوم بعمليات التصدير، يمكن في أحد هذه المصانع يمكن الغالبية العظمى بيتم تصديره للخارج، طبعا الخارج ما يعني مش هيجاملنا ولا هيجامل صاحب المصنع عشان يأخذ هذه الصناعة إلا إذا كانت مثلا صالحة طبعا 100% وما ذلك وذات جودة عالية. يمكن لدينا مصانع ولدينا يعني الكواليتي طبعا عالي جدا، وهناك طبعا يعني شركات وما لذلك يعني الرقابة وما لذلك، الدولة المصرية مهتمة جدا بهذا الملف بدليل يعني الرخصة الذهبية، والحمد لله وشاهدنا منذ عدة أيام يعني إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذهبية باللغة العربية والثانية، وتم منح لا يقل عن 24 يعني رخصة ذهبية للمشروعات، ده بالإضافة طبعا المحفزات والتيسيرات، وبالإضافة طبعا يمكن خلال هذه الفترة بيتم تعديل قانون الاستثمار وما ذلك، والهدف هو يعني دفع أو زيادة المحفزات والتسهيلات للقطاع الصناعي، هذا القطاع المهم والحيوي اللي هو أول شيء بيوفر فرص عمل، ثاني شيء يعني زيادة المكون المحلي، ثالث شيء إن هو بدل من فاتورة الاستيراد العالية لا بيتم تقليل هذه الفاتورة. ده بجانب أيضا يا أستاذ حسن، بما أن أنا بتكلم عن الحقيقة منتج جديد محلي، بتكلم هنا عن الإنسان وكيفية الاستثمار في البشر، بتوقف لأن هو الشخص اللي بينتج، هو الشخص اللي بيدخل المال، هو الشخص اللي بيدفع بمصر إلى أعلى المراتب. هنا لازم أتكلم كمان عن راحته السكنية، فهنا عايز أتوقف الحقيقة أمام تسليم وحدات سكن لكل المصريين في مدينة السادات. يعني منذ 2014 كان هناك حلم أمام القيادة السياسية والدولة المصرية والحكومات على مدار الفترة الماضية 8-9 سنوات الماضية، هو تحقيق حلم المصريين بوجود وحدة سكنية لكل مواطن وما ذلك. الدولة المصرية عملت من 2014 وحتى هذه اللحظة أتمت، ويمكن بيتم استكمال الجزء الأخير من 1,000,000 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، ما فيش أي دولة أخرى عملت هذا البرنامج في فترة قياسية يعني قليلة جدا، رغم يعني هذا البرنامج يحتاج طبعا يعني مليارات الجنيهات بالفعل يعني، وتم تسليم هذا الأمر
عدد كبير من يعني الإعلانات اللي هي تم إعلانها للمواطنين وتم تسليم هذه الوحدات السكنية. ما رأيناه مع رئيس مجلس الوزراء يعني في مدينة السادات وكذلك مدينة حدائق أكتوبر هو بالفعل يدعو للفقر ويدعو بالفعل أن الواحد بيشكر الدولة المصرية وبيشكر ربنا أن هو أنعم على الدولة المصرية قيادة طبعا مهتمة جدا بالمواطن والحكومة طبعاً. بتعمل على تنفيذ هذه يعني التكلفات المليون وحدة سكنية بالإضافة والسدومنية وكان هناك 300,000 وحدة سكنية غير المليون 300,000 وحدة سكنية للإسكان البديل والمناطق الغير آمنة والعشوائية. هذا الملف اللي هو يمكن ما فيش حكومة قبل 2014 يعني راحت هذا الملف ولكن الدولة المصرية نستطيع أن نقول دلوقتي مع حضرتك أن الدولة المصرية استطاعت القضاء على العشوائيات والمناطق الغير آمنة ودلوقتي بتشتغل في ملف آخر وهو المناطق الغير مخططة. بالإضافة طبعا الدولة المصرية مهتمة جدا بالسكن في عواصم المحافظات وبيتم توفير مساحات كبيرة وتم يمكن في زيارتنا مع رئيس مجلس الوزراء بنشوف هذا الأمر في عواصم المحافظات وغيره من المبادرات الرئاسية اللي هي عملتها الدولة المصرية في 8-9 سنوات. يمكن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده معنا في حدائق أكتوبر أكد أن الدولة المصرية مستمرة في بناء هذه الوحدات السكنية من أجل أي مواطن يعني يحتاج وحدة سكنية الدولة المصرية ستوفر له هذه الوحدات السكنية. الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف بشكر حضرتك يا فندم ألف شكر. وبكده بتكون أخبارنا انتهت النهاردة بعد الفترة.